مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. قضى عمره يسير على قدمين، متنقلا لقضاء حوائجه وخدمة الناس، أول متخصص في الأشعة الطبية في اليمن. الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع على سكان مدينة تعز دفعته إلى العودة إلى المستشفى متطوعا، يلبي نداء مجتمعه في الوقت الذي اشتدت فيه حاجة المرضى وضحايا جرائم القصف والقنص التي تتعرض لها مدينة تعز باستمرار إلى حضوره. وفجأة وجد العم علي سعيد نفسه ملقيا في بركة من دمائه بلا قدمين. دعونا نتابع هذه القصة التي صورها الزميل أنس الحاج وأعدها للعرض الزميل وديع عطاء، ثم نعود. في مسيرتها الإنقلابية اقترفت الميليشيا كل الموبقات غير الأخلاقية وارتكبت العديد من جرائم الحرب ولا زالت تفعل. في مقدمة هذه الجرائم قتل الأطفال والنساء بالقصف العشوائي على المدنيين واستهداف المستشفيات بالقصف. المستشفيات التي تحميها قوانين وأعراف كل الأمم ومع ذلك تستهدفها ميليشيا الحوثي والمخلوع باستمرار. نال تعز ما لم ينل سواها من المناطق التي اجتاحتها الميليشيا، إذ لا يكاد ينقضي أسبوع إلا وتشهد مجزرة بحق المدنيين. سعيد علي أحمد 60 عاما، شهد على همجية الميليشيا الإنقلابية. طالت منزله يوم 14 من أغسطس 2015 قذائف عشوائية. هرع لمنزله للإطمئنان على أسرته، وفي طريق عودته لمقر عمله باغتته قذيفة أخرى غيرت مجرى حياته. قبل صلاة العصر أجيت إلينا البيت، قالوا البيت حققتك ترى، ما زلت أشوف البيت أشوف القذيفة، يعني خربت عدد الشباب انضفوا لهم 2000 القذيفة اللي بالبيت، قذيفة القذيفة هنا قذيفة هنا. بعدين طلعت المستشفى قلت الأخير والقذيفة. بعدين أنا صحيت من راقد، كان على اليمين، على اليمين راقد، إيش اللي يوديني راه شفت رجلي قدامي هذه الشمال، أما اليمين ما نجداري. صحت صايح مع الأمة الملائمة، قالوا لي علم برا، نقذونا من برا، دزوا قسم الطوارئ حصبوا لي، قالوا اسمه روحوا الروضة. أسعف سعيد إلى المستشفى وخضع للإسعاف اللازم، وأجريت له عملية بعد تردد خوفا على حياته بعد أن نزف كثيرا. أنا قلبي سليم، عملوا تخطيط القلب، دخلوا غرفة العمليات من الساعة 10 صباحا للساعة 12 الليل، والدكتور خيطنا طبعا عملوا تخطيط يعني نصفي، فالدكتور بقي خيط لي إلى الساعة 12 الليل الرجل هذه وبعهد الرجل، يعني ثنتين مع بعض. سعيد ليس مجرد جريح وضحية، هو أنموذج للمتطوع الملتزم بإنسانيته المحب لمجتمعه. هو أقدم متخصص في الأشعة الطبية في تعز، خدم في القطاع الصحي موظفا بالمستشفى الجمهوري طوال 35 عاما، وعلى الرغم من كونه متقاعدا فقد تواجد مؤخرا في المستشفى تلبية للنداء الواجب في حين غاب آخرون، وسخر طاقته وخبرته عدة شهور لتقديم خدماته الصحية لجرح المقاومة ومختلف شرائح المرضى. هو كان مش فترتنا، كان فترة واحد اسمه عبد الرحمن الشيخ. هذا عبد الرحمن الشيخ قالوا لي يا سعيد الولد هذا عنده حمى الضنك، ايش رأيك تمسك بدل ولا انا نازح في الجند، اخذنا اخرج الجندية انا نازح من هنا. قلت لهم والله ما في معنى، عادي عادي جدا. الإنسان أولا، هذا شعاره العملي على الدوام، وكان ملتزما به إلى ما قبل تعرضه للإعاقة وربما بعدها، فيما لو استطاع أن يقف على قدمين من جديد. طبعا عمل إنسان، قلت يعني أجلس أنا، يعني بدل ما أروح أجلس الخدمة مريض، يعني كشفت حوالي 165 يعني حالة، 4 و5 و6 وأنا داخل المستشفى كلهم راحوا، مع ذلك كنت أنا موجود. أنا كنت موجود استقبل المرضى، يعني المرضى حق المقاومة كامل، وأي مريض من برا قدوا على حساب المقاومة.
نقري المكشوفات كل حاجة، المكشوفات اللي أكشف من رأسه لرجله، المهم يجيبونا محل يجيبونا على طول. اليوم وبعد مشوار مهني حافل بالإنجاز، بات العم سعيد مقعدا رهين إعاقة يشكو الألم والإهمال منذ أغسطس 2015. ما خرجش من تاريخ من شهر 8، قال شنو ما خرجش نهائيا من البيت. كان انا اشوف انا يعني انا وانا بقول حقي ما كنتش اخلي مكان، يعني انا اروح يعني كل ما اروح مثلا اي مسجد جديد اروح مسجد، يعني كل مساجد يعني المساجد حق التعز كلها زرتها، يعني يا اصلي عشاء يا اصلي مغرب يا اصلي ظهر صلي. اما الحين انا قاعد في البيت، خلاص قاعد في البيت محبط في البيت، ما فيش يعني مثلا يعني الاتجاه من اسمه ده من المنظمات اللي بدي مثلا تدينا يعني تدينا منحه وتدينا منحه، تعملنا اطراف في الهند ولا في تركيا عشان امشي. مؤلم ما تعرض له وما يعيشه من تجاهل لحالته وحاجته لساق اصطناعيه اكثر خفه وحداثه، لكن حالته لا تساعده على شرائها. كان وربما لا يزال يؤمل في رعاية تنهي حبسته، إلا أن زملاء المهنة والمنظمات ذات الصلة بالوسط الطبي لم تقدم له ما يطيب به خاطره ويجنبه الآثار النفسية للإعاقة. معتمد أنا معتمد على الله سبحانه وتعالى، أنا نعتمد على الله سبحانه وتعالى، أنا معتمد مش معتمد على بشر. إذا كان طب بلا حدود أجاو أخذوا قالوا نأخذ لك صور، قلت تفضلوا بالمستشفى. فكرت طب بلا حدود بيدونا منها كل حاجة، اتصل بي قال لي واحد قال لي أنا يعني تتدرب شهرين شهر ثلاثة شهور وأنا بأتصل بك، ما أتصل بيش هذا أطباء بلا حدود. تعاقبت اللجان وتوالت لتسجيل أسماء الجرحى على أمل أن تتوفر فرصة منحة علاجية تخفف الأوجاع وتنهي المعاناة. يتحدث العم سعيد عن ذلك وفي القلب غصة ورجاء. أشتي يعني أشتي جماعة دون يعني يعملنا منحة دون أطراف، أمشي أشتي مشي أشتي مشي نخرج خلاص من داخل البيت. أنا محبط داخل البيت يعني من 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 صباح إلى بالليل، يعني ما فيش حاجة وأنا داخل البيت مش خارج. أنا أشتي أخرج انطلق، أشتي انطلق تماما. ما أقسى الظروف حين يكون الإنسان عاجزا عن تحديها، سيما في ظل عجز مركز الأطراف اليتيم الذي يفتقر للرعاية الحكومية. بات يحلم بقدمين ليستأنف هوايته الجليلة. والله يا أخي أشتي أنطلق أزور المساجد، أشتي أزور المساجد وبعض أصدقاء ما أصدقاء كثير يعني مليان من أعمل لهم. أنا بالنسبة لي إذا أجات سمكت بالأطراف هذه تمام، إذا الأطراف الألمنيوم مشيت في بها كويس إن شاء الله أكون روح على المساجد أصلي. المسجد جنبي قريب، هذاك المكان تمشي برجلي أتبرع عليه بكل مكان، كان أي مسجد جديد ضروري يصلي فيه. يريد استئناف زياراته لبيوت الله، رغبة نبيلة لعلها تحرك ضميرا لدى المعنيين في الحكومة التي تردد كثيرا في مناشدتها. ولا هو رسالتي لمن يعني المحافظ عاد جديد يقول لك أنا بقدم استقالتي، شو قدم استقالته للمحافظ ما يدعمش لمن وزير الصحة في عدل ما نحرفه اسمه ورئيس الوزراء كلهم هاربين، فينهم فين ما مش موجودينهم. أنا وجه رسالتي لمن للحكومة للحكومة وزير الصحة. أنا في أول فني أشعة في المستشفى الجمهوري اللي 35 سنة خدمت، 35 سنة خدمت يعني المرضى والشعب. يعني بعد عمر حافل بالعطاء ناهز 60 عاما قضى جله في خدمة الوطن، ها هو اليوم العم سعيد بانتظار لمسة وفاء من رفاق دربه في القطاع الصحي وبانتظار رعاية مستحقة حتى لا يبقى وحيدا يعاني الإعاقة. ستنتهي الحرب ولا شك، لكنها ستترك في المجتمع جراحات وآلاما لا يمكن نسيانها ولا محو آثارها. نظرات الحزن في عيون الأيتام وتنهدات الفقد في صدور الأرامل والثكالى واصفرار أوراق الأشجار في المقابر، كلها ستظل روافد دائمة لحساب الخسائر. معي عبر الهاتف من مدينة تعز الناشطة الحقوقية حياة الذبحاني. مرحبا بك أستاذة حياة.
مرحبا بكم وبكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. أستاذة، لك نشاط في الفترة الماضية مع نشطاء آخرين لدعم مركز الأطراف في تعز، ما هو الجديد بشأن هذا المركز؟ نعم، في حقيقة الأمر أن مركز الأطراف هو موجود في مدينة تعز ومقره بالتحديد مستشفى الثورة. هذا المركز هو مدعوم من الصليب الأحمر ب 100 مليون دولار الميزانية في تزايد، لكن الصليب الأحمر يرفض أن يشتغل في ظل هذه الظروف المأساوية وظروف الحرب. أضف إلى ذلك إلى أن هذا المركز كذلك مدعوم من مركز الملك سلمان ومن الهلال الكويتي، لكن ما يفتقره المركز حاليا هو تواجد الأطباء المتخصصين. نحن أمام مجازر ترتكبها ميليشيا صالح والحوثي، تخلف لنا مزيد من الضحايا ممن فقدوا أطرافهم. يعني تقريبا في الأيام الأربعة الماضية لدينا 10 حالات ممن فقدوا أطرافهم، البعض فقد اليد والقدم والبعض فقد القدم فقط. أقصد أن المعاناة في استمرار، نحن نحتاج كذلك في هذا المركز إلى أن يشغل مركز العلاج الطبيعي وأن نقوم بإيجاد مركز للعلاج الطبيعي الذي يفتقره الكثير من الجرحى هنا في مدينة تعز. المركز الأطراف نقول بالمختصر المفيد انه متواجد وموجود، ولكن يفتقر الى ان يشغل الصليب الاحمر كوادر في هذا المركز وان يتحملوا مسؤولياتهم الاخلاقيه والانسانيه تجاه الجرحى هنا في مدينه تعز. اضف الى ذلك باننا في مدينه تعز ليس لدينا مركز للعلاج الطبيعي، نحن امام جرحى تقريبا لدينا 535 من الجرحى الذين سيتفاقم وضعهم الإنساني إلى أن يصبحوا مقعدين إذا لم يتواجد مركز للعلاج الطبيعي لكي ينقذ هؤلاء الجرحى. نحن هل هؤلاء أستاذ حياة، هل هؤلاء ال 550 الذين ذكرتيهم هم يعني كل من يحتاجون للأطراف الصناعية في تعز، أم أن لديكم إحصائية ولو أولية عن عدد ضحايا الحرب من مبتوري الأطراف؟ نعم، مبتوري الأطراف عددهم حتى هذه اللحظة ما يقارب 194، أضف إلى 54 ممن لديهم إعاقة شبه يعني كلية وليست إعاقة كاملة، أضف إلى 535 الذين ذكرتهم مسبقا هم من يحتاجون إلى العلاج الطبيعي، أي أنهم لن يفقدوا أطرافهم بل أنهم سيكون وضعهم كوضع من فقدوا أطرافهم، أي سيكونوا مقعدين. يعني الأطراف موجودة، الأيادي والأقدام، ولكنها بسبب رصاصات ميليشيا صالح والحوثي سيكون وضعهم أسوأ حالة ممن فقدوا أطرافهم. تتدهور حالتهم. نعم، من فقد أطرافه يعني نحن نجد له البديل، نستطيع أن نقوم بتركيب يد صناعية أو رجل صناعية، لكن من لديها الأطراف الأيادي والأقدام وهو مصاب أو يهدد بأن يكون معاق، هذا من لن يستطيع أن نصنع له شيئا سوى أن نوجد له كرسي متحرك، وهذا نحن ما لا نريده حاليا في مدينة تعز. فلذلك نحن أمام جهود جبارة نسعى إلى إيجاد مركز للعلاج الطبيعي، وفي الأيام القادمة سنكشف عن مفاجأة بإيجاد مثل هذا المركز في مدينة تعز، وسيكشف عن الداعم لهذا المركز. ونحن من عبركم من هنا من عبر قناة بلقيس نشهد على أيادي الجميع من فاعلي الخير ومن الداعمين وممن يتحملون مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية تجاه مدينة تعز أن يسارعوا إلى دعم مثل هذه المراكز، أن يسارعوا إلى مناشدة الأطباء من كل أنحاء العالم التوجه إلى مدينة تعز. نحن نعتب على منظمات الصحة العالمية التي تتشدق بحقوق الإنسان، ما هي النشاطات الملموسة لها هنا في مدينة تعز؟ لا شيء. نعتب كذلك على منظمات طبية ودوائية لا يوجد لها نشاط اتجاه الجرحى. نحن أخي الفاضل في مدينة تعز أصبحت صفحاتنا على الفيسبوك وأصبح كل نشاطنا عبر فاعلي الخير، لم تقم الدولة بواجبها تجاه الجرحى هنا في مدينة تعز سنة كاملة والجراح تتعفن على كرسي المرض سنة كاملة، ونحن لا نجد صيدليات تفتح أبوابها لكي توفر العلاجات
الجرحى في مدينة تعز سنة كاملة، والمستشفيات في مدينة تعز تطلق نداءات استغاثة باستمرار لأجل هؤلاء الجرحى، ولكن للأسف الشديد لم نرى مستجيبا. إذن مركز الأطراف في تعز يتم تشغيله بجهود ذاتية أو بشكل أشبه بالمبادرات بعيدا عن دعم المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية، هذا خلاصة الوضع الآن؟ نعم، هناك مجموعة من الشباب قاموا بتشغيل هذا المركز، مركز الأطراف الصناعية، وهم مشكورون على هذه كمبادرة أفراد، مبادرة وليست كجهة حكومية أو كلجنة تقوم بمهامها تجاه هؤلاء الجرحى أو كوزارة صحة. ما يقوم الآن هو جهود ذاتية من بعض الشباب الناشطين هنا في مدينة تعز، لكننا نريد أن ترتقي هذه المبادرة إلى أن يصبح أصحاب الشأن ذاتهم من يهتمون بالجانب الصحي، من أطباء، من وزارة الصحة، من لجنة طبية عليا، بأن تقوم بواجبة تجاه هذا المركز، وتسعى إلى إيجاد أن يقوم الصليب الأحمر بتشغيل هذا المركز، وأن يقوم بمسؤوليته تجاه الجرحى الذين فقدوا أطرافهم. وأكرر هنا الأهمية على إيجاد مركز للعلاج الطبيعي، لأن المبتور الأقدام في حقيقة الأمر قد أصبح معاق، ولدينا حلول له بأن يتم توفير المواد الخام لكي يقوموا بإيجاد البديل الرجل الصناعي كما ذكرت مسبقا، ولكن نحن أمام جرحى أطرافهم لم تبتر، أيديهم موجودة، أقدامهم موجودة، ولكنهم مهددين بأن يصبحوا معاقين إذا لم يتم فتح مركز للعلاج الطبيعي هنا في مدينة تعز وينقذ 535 جريح. نحن الحرب مستمرة، نزيد من الجرحى، نزيد من الضحايا، فلذلك نريد أن يوجد الحل العاجل. الناشطة الحقوقية حياة الذبحاني، رسائلك واضحة، نتمنى أن تصل إلى المسؤولين وإلى كل من بيدهم المساعدة في هذا الأمر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بالمحامي والناشط الحقوقي من مدينة تعز توفيق الشعبي. مرحبا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا، حياكم الله. شاهدنا قبل قليل قصة العم علي سعيد وهو واحد من ضحايا الحرب، حيث فقد ساقيه في قصف استهدف مستشفى الثورة بتعز، وهو كان أحد المتطوعين العاملين في المجال الطبي بالمستشفى. نحن نحاول في برنامجنا هذا توثيق قضايا نوعية للضحايا، ولكن بطبيعة الحال لا يمكن للإعلام أن يوثق كل شيء. هل ترى أن عملية التوثيق تحسنت بالنسبة للمؤسسات الرسمية؟ أولا أشكر اهتمامكم بهذا الموضوع، وخاصة موضوع التوثيق لهذه القضايا أو الانتهاكات النوعية التي يتعرض لها المدنيين في محافظة تعز، وخصوصا شديدي المعاناة من جراء هذه الإصابات المستمرة والتي تولد كثير من المآسي والمشاكل النفسية والاجتماعية لمصابيها أو أسر المصابين فيها. لا أخفيك أخي وأكون معك صريح بالحديث عن أن عملية التوثيق يعتريها كثير جدا من القصور على المستوى الرسمي أو على المستوى المدني والمجتمعي في محافظة تعز، لأسباب كثيرة وعديدة، منها عدم إلى عناية واهتمام كبير جدا من الجانب الرسمي الحكومي بعملية التوثيق بشكل رسمي. نعم. لعملية تأثير الانتهاكات أو لقلة الخبرة وعدم تنسيق جهود عمل المنظمات والناشطين الحقوقيين الذين يعملون في مجال الرز والتوثيق في هذه المحافظة. نعم. هذه إشكالية حقيقية ستنجلي أو ستظهر آثارها بشدة في المرحلة المستقبلية أو في المستقبل، ربما لا يركز البعض على ما الأضرار التي ستلحق بالمجتمع جراء هذا القصور الشديد في عملية التوثيق.
نفهم من هذا أنه لا يمكن الاستعانة الآن بأجهزة الدولة في المناطق التابعة للسلطة الشرعية كأقسام الشرطة والنيابات العامة؟ للأسف للأسف الشديد كنا طرقنا هذا الموضوع مسبقا ومن وقت مبكر بضرورة أن تسير عملية التوثيق الرسمية بطريقة رسمية وحكومية لدى الأجهزة الرسمية سواء أقسام الشرطة أو إدارات الأمن أو النيابة أو القضاء، ولكن هناك مشاكل كبيرة، وللأسف أقول بأن الأجهزة القضائية في محافظة تعز متوقفة عن العمل نهائيا. كنا حاولنا قبل شهرين وثلاثة أشهر في نقابة المحامين وأن نعيد تشغيل بعض المحاكم والنيابات، لكن للأسف لم نلقى تجاوبا رسميا أو تجاوبا شخصيا من هيئة من مؤسسة النيابة في عودة العمل من أجل استكمال التوثيق. كما لا أخفيكم أن لا توجد أي تقارير للطبيب الشرعي كما كان الحال عليه في 2011 حينما كانت أجهزة النيابة تعمل بشكل مستمر رغم الأحداث ورغم وقوعها في مناطق الأحداث. هل هذا الأمر علاقة بسيطرة الميليشيا الإنقلابية على هذه الأجهزة بصنعاء؟ بلا شك يتحمل السلطات الإنقلابيين جزء كبير جدا من المسؤولية، وخاصة أنهم ما زالوا يتحكمون في الرواتب الوظيفية لهذه الأجهزة، وكان بإمكانهم أن يضغطوا من أجل عودتهم للعمل. لكن حتى من خلال تواصلنا كنقابة محامين في هذا الخصوص مع هذه الجهات لم تبدي أي تجاوبا تجاه هذا الموضوع، بل أنها تسعى إلى إغلاق وإيقاف عمل أي مؤسسة حكومية حتى تظهر الواقع وكأن هناك فوضى في المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني والقوام السعودية. أين الضمير أستاذ توفيق؟ أين الضمير المهني بالنسبة للمنتسبين للسلك القضائي من النيابات والقضاء في هذا الأمر خاصة؟ والجميع يبادر، الأطباء يبادرون، ونحن اليوم بصدد قصة بطلها أو ضحيتها كان رجل على سن التقاعد ومع ذلك عاد لإنقاذ الناس وتعرض لما تعرض له. أين دور هؤلاء في القيام بشيء من واجباتهم دون حتى عوائد من السلطات الإنقلابية؟ دعني أكون صريح معك ولو سبب لذلك بعض المشاكل. ليكن ما يكون، تفضل. في هذه المحافظة لنا عتب كبير جدا 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 عليها. الفئة الأولى هم الأطباء وخاصة أطباء الجراحة والأطباء المتخصصين والذين لم يكونوا بمستوى المسؤولية عدا البعض، وأنا لا أقول الجميع، وإنما نعم هناك نماذج مشرفة إنسانية عالية وتعمل وتضحي بشكل كبير. نعم. البعض يعني الغالبية لم يكونوا بمستوى المسؤولية الإنسانية والأخلاقية التي تحملوها. وأما بالنسبة لجهاز النيابة وجهاز القضاء فهو له عليه كثير من المسؤولية التي يتحملها جراء هذا التخاذل وعدم التجاوب والتفاعل. مع تقديري وشكري الكبير لأحد القضاة الذي كان بادرا إلى عودة العمل في محكمة غرب تعز شرق، وشكرا الجزيل له أيضا. نعم. أما البقية كلهم رفضوا تحت مبررات وحجج تتعلق بالجانب الأمني وما إلى غيره، ولكن أقول بأنه الوضع يقتضي أن نخاطر جميعا من أجل المجتمع ومن أجل هذا المواطنين ومن أجل هذا البلد وهذا الوطن. نعم. إذا انتقلنا إلى موضوع منظمات المجتمع المدني والنشطاء العاملين في المجال الحقوقي، كيف يمكن تقييم دورهم؟ وهل هو يعني ذلك الدور الذي يمكن الركون إليه والمحاججة بما يقومون به من رصد وتوثيق؟ يعني أتحدث بكل وضوح وصراحة، وأنا واحدا من هؤلاء الناشطين أو من يديرون إحدى المنظمات الحقوقية، نقول بأننا لم نقم بالدور الذي ينبغي أن نقوم به في عملية تنسيق جهود التوثيق والرصد وإعداد الملفات القانونية. نحن نتحمل وسنكون مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المجتمع عن القصور الحاصل في عملية الرصد والتوثيق. أستغل هذه الفرصة لأوجه ندائي لكافة المنظمات الحقوقية وخاصة تلك المنظمات أو الناشطين الحقوقيين الذين
الذين توفرت لديهم المادة أو توفرت لديهم الإمكانيات والدعم والتمويل. نعم. يراقب الله سبحانه نعم الدعم أن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يكونوا عند مستوى مهنتهم وإداء واجبهم في تنسيق الجهود وتكثيفها من أجل توثيق رصد وتوثيق هذه الانتهاكات وهذه الجرائم والحفاظ على حقوق الضحايا وحقوق المجتمع سواء أفراد أو جهات أو مؤسسات في المستقبل، أن يبادروا إلى استمرار وزيادة التنسيق فيما بينهم من أجل أن يكون هناك رصد وتوثيق حقيقي متخصص ونوعي يواكب الجرائم والانتهاكات. نتمنى ذلك نتمنى ذلك أستاذ توفيق، ونضم صوتنا إليك مع أن الواقع يشهد بأن هناك من يقوم بتزوير الحقائق وتمييع الحقوق والعمل على طمس الجرائم. المحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، قبل أن نودعكم نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. العم علي سعيد، تمرست، في أمان الله.